تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب فريق العمل اليوم معايا في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أذكركم بأرقام التواصل، يعني تواصلون معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ونرحب باتصالاتكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بمشاركاتكم خلال الساعة. مواضيعنا اليوم الفقرة الرئيسية بنتكلم عن كورونا والبقاء في المنزل ورعاية مرضى السكري. بيكون معنا الدكتور محمد بلال شماع، استشاري الغدد الصماء والسكري بهيئة الصحة بدبي. ومثل ما عودناكم بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا هو فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأستاذ أسماء الجناحي. أسماء، صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح الخير والسعادة. ناخذ شوي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن الأشياء اللي كانت يعني نزلت أمس أو الأخبار الجميلة اللي كانت موجودة أمس، اللي هي محمد راشد يوجه لمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد 19 كبادرة شكر وتقدير من سموه للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع. هذه التغريدة تم نشرها من المكتب الإعلامي لحكومة دبي. أيضا يعني كان في خبر أيضا في بعض التفاصيل، والعدد اللي هو 212 طبيب حصلوا على هذه الإقامة الذهبية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها أمس بعض النصائح، بالأخص اللي يعانون دائما في شهر رمضان، الكل يشتكي بموضوع الإمساك، فكان في نصيحة شو الأشياء لازم يسوونها ويتجنبونها لتفادي هذا شعور المزعج. أيضا هيئة الصحة بدبي توفر 3 عيادات لمتعافي كورونا للتبرع بالبلازما. البلازما اللي يقدرون يتبرعون فيها فقط المتعافين من فيروس كورونا، وممكن انهم يتبرعون في هاي 3 مراكز ويتواصلوا مع هيئة الصحة بدبي عشان ترتب لهم المواعيد. ايضا دام اغلب الاشخاص قاموا يسوون رياضة في منازلهم، حطينا بعض النصائح لتجنب الاصابات اثناء اداء تمارين رياضية في المنزل. من ضمن الاشياء ايضا اللي تم يعني اطلاقها امس، صحة دبي تطلق خدمة تري دنتستري، وهي خدمة تتيح التواصل مع طبيب الأسنان عن طريق الهاتف، وهذا ضمن الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المرضى في هذه الظروف الاستثنائية. هذه من الخدمات الجديدة أيضا أطلقتها هيئة الصحة بدبي، لأن أطباء الأسنان الموجودين حاليا لحياة الطوارئ، لكن ممكن أيضا يتواصلون مع الطبيب بدون عن طريق الهاتف إذا موضوع يعني هل هو طار وأحتاج أي، أو أنا ممكن أسوي أشياء في البيت إن أنا أخفف مثلاً ألم، أو مثلاً شاك في موضوع أو من هالمواضيع. هذا تقريباً الأشياء اللي صارت في 24 ساعة الماضية، ودمتم بصحة سعادة، وأتمنىكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
دمتي بصحة وسعادة أستاذ أسماء، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، بس نذكركم بالخدمات اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي ويمكنكم الاستفادة منها: خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي، وخدمة الواتساب على الأرقام 800-342، وأيضا بإمكانكم الاتصال للاستشارات الطبية الخاصة بعلاج الأسنان أيضا على الرقم 800-342. مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل بس أحب أني أذكركم اليوم بيكون معانا الدكتور محمد بلال الشماع، استشاري الغدد الصماء والسكري بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاه عن الكورونا والبقاء في المنزل ورعاية المرضى المصابين بداء السكري والكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن خلكم معانا بعد الفاصل، راجعين مستمعينا الأعزاء. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، كورونا والبقاء في المنزل ورعاية المرضى المصابين بداء السكري، حديث الساعة في العالم الآن كله عن فيروس كورونا أو معروف باسم الكوفيد 19، والوقاية دائما مستمعينا الأعزاء خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي أيضا تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بكورونا فيروس، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة للفيروس كورونا وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم، ومنها التباعد الاجتماعي. موضوعنا مستمعينا الأعزاء، موضوع الحلقة، حلقة اليوم أعزائي المستمعين، بالغ للأهمية، وهو يخص مرضى المصابين بداء السكري من كبار المواطنين وسبل رعايتهم في ظل الالتزام بالبقاء في المنزل. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا الدكتور محمد بلال الشماع، استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. حياك الله، أهلا وسهلا أخ عبد الله، أهلين وسهلين. الله يحييك دكتور. نحن دكتور طبعا في البداية نحب أن نتعرف منك وتعطينا نبذة دكتور محمد، نبذة بسيطة عن مركز دبي للسكري وإمكانيات المركز وخدماته. طبعا مستمعين الأعزاء تعرفون بأن يعني مركز دبي للسكري هو يعني من المراكز المتميزة والمراكز التخصصية اللي تابع لهيئة الصحة بدبي، ويعني المركز يعمل بمنظومة فريدة الحقيقة في إدارة حالة السكري عند الإنسان اللي مصاب بداء السكري، وبنسمع أكثر إن شاء الله من الدكتور محمد شماع. اهلا وسهلا. بالنسبه الى يعني المركز، الحقيقه المركز الحين تقريبا له اكثر من 10 سنوات، بتصور من 2009 او هالحدود. نعم. مركز السكر هو عباره عن يعني اعطاء علاج متكامل، يعني خدمه الحقيقه مو بس علاج، خدمه متكامله لمريض السكر من التشخيص إلى العلاج إلى المتابعة، من التغذية، التثقيف الصحي الحقيقة اللي هو أساس علاج مرضى السكر، إنه المريض السكري يعرف بذاته شلون بده يتعالج، شو الأدوية اللي لازم يستخدمها، شلون التعامل مع الحمية، مع نمط الحياة، لأنه علاج السكر الحقيقة شوي يعني
معقد، مو بس شغلة انه اخذت حبة دواء او شكيت ابرة انسولين وخلاص. نعم. علاج السكر يحتاج الى فهم جيد من المريض نفسه، فلحنا الحقيقة بنقدم هالخدمات اللي بنحاول نخلي المريض انه هو يعني الفوكس، هو الـ يعني محور علاج السكر. في عنا اخصائيين تغذية، اخصائيين تثقيف، اخصائيين علاج طبيعي مشان الحركة والرياضة، حتى الناحية النفسية في عنا اخصائية يعني هي اللي بيسموها الدعم النفسي. نعم الدعم النفسي، ايوه. فالعناية بالقدم، فحص الشبكية، فكلات هذه الاشياء متوفرة الحمد لله يعني بمركز السكر. ومريض السكر تقريبا يعني ممكن لما بيجي لعنا في زيارة واحدة ممكن يتابع عن كل هذه التخصصات، بالإضافة طبعا يعني لما بيشوف زيارة الطبيب الاستشاري اللي بيوجهه على العلاج، شلون لازم يستخدم العلاج وطريقة التعامل مع السكر. يعني هذا حديث له شجون الحقيقة. نعم. ويعني والحمد لله يعني الله وفقنا بهالموضوع. نعم دكتور، طبعا يعني من خلال حديثك بأن يعني مركز دبي للسكري يعتبر يعني من المراكز التخصصية، ومركز يعمل بنهج فريق عمل متكامل، يعني فريق عمل طبي متكامل، ومثل ما تفضلت بأن الفريق هذا يشمل الطبيب، يشمل أخصائي التثقيف الصحي، يشمل أخصائي التغذية، يشمل أخصائي فحص شبكية العين، العناية بالقدم، وأيضا أخصائية الدعم النفسي. تحدثنا دكتور أفضل يعني شو هالنظام الطبي العلمي الفريد من نوعه اللي موجود في مركز دبي للسكري، وما هو الهدف من يعني آلية العمل بفريق عمل متواح، يعني فريق عمل متكامل، وشو الأهداف والنتائج اللي ممكن يعني يحصلها المريض نفسه في حالة انه يعني يتم علاجه عن طريق يعني فريق عمل متكامل؟ شوف يعني هو الحياة مثل ما قلت لك يعني السكر الحياة علاجه مو بس يعني انه ناخذ دواء وخلاص. نعم. علاج السكر بده يعني الحياة تشعب الى كل نمط الحياة، يعني كل زاوية من زاوية الحياة، لانه اصلا سبب السكر الحياة يعني بالاضافة الى الاستعداد الوراثي هو الانفايرومنت. هلا نحن عم نشوف ليش يعني جائحة السكر الحياة، قبل ما نحكي عن جائحة كورونا. نعم. جائحة السكر الى يعني خلال 10 أو 20 سنة الماضية عم تتفاقم سنة بعد سنة. ليش؟ لأنه قلة الحركة وال يعني نمط الحياة والأكل الغير صحي والمشروبات الغازية وإلى آخره. فيعني اللي عنده استعداد وراثي بسيط تتفاقم هذه الاستعدادات الوراثية إذا تعرض لبيئة خطأ. وهذا الحياة اللي يعني يروج ل يعني زيادة أعداد مرضى السكر، مو بس عنا بالإمارات، الحياة هي شغلة كارثة عالمية. يعني موضوع السكر يعني أعداد السكر عم تضاعف سنة بعد سنة بسبب يعني نمط الحياة. فتوجيه المريض إلى تغيير السلوك الحياتي، تغيير نظرته للأكل، للحركة، هذه الحقيقة بيتطلب جهد. ويعني إيد واحدة ما بتسفي، بدأ الواحد يتعاون، يعني يد الله مع الجماعة. صحيح. بدنا نتعاون مع يعني الطبيب، قد ما كان يعني العلاج ممتاز والطبيب إذا ما فهم المريض شلون بده يستخدمه ما لح يقدر يطلع بنتيجة كويسة. فالمريض نفسه لازم يتفهم بالضبط انه شلون بده يغير نمط حياته، نمط التغذية. يعني احنا الحقيقة بنروج انه يكون المريض يتبع الاسس الصحية. هلأ مريض السكر بده يأكل تقريبا مثل ما بننصح كل الناس، بس مريض السكر نفسه اجدى انه ياخذ بهالنصيحة. صحيح. يعني ما في عنا احنا يعني دايت خاصة بمريض السكر، كل الناس بنقول لهم كلوا أكل صحي، كل يعني أكل متوازن بوجبات مدروسة. بمريض السكر يعني وخاصة لما بيكون عم ياخذ إبر إنسولين بده يكون يعني الأكل يتناسب مع إبر الإنسولين. فهذه الأمور الحقيقة يعني تتطلب من المريض نفسه إنه يتابع بشكل يعني بشكل دوري، بشكل مواطب يعني عند أخصائية التثقيف والتغذية، حتى يفهم
يعني السلوك الجديد اللي واحيانا بتتعرض للواحد مشاكل نفسيه وسلوكيه فبتحتاج لدعم نفسي، يعني خاصة بالأمراض المزمنة. يعني الواحد ليش أنا مريض سكر، ليش لازم يكون يعني غيري عن غيري؟ فبده يعني العلاج الطبيعي، الحركة، تدريبهم على شلون الاكسرسايز بيكون، ونحن بنحاول يعني مثل ما قلت يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالوقاية انه نكشف الكشف المبكر عن اصابات الشبكية المبكرة، صحيح. اذا في عندنا مشكلة بالاعصاب والاحساس وقرحات القدم يعني علاجها وكشفها المبكر، او يعني تنبيه المريض على كيف الوقاية القدم من التطور الى مشاكل السكري. يعني دائما يعني بيعتمد علاج السكر على الوقاية. صحيح. يعني هلا اكثر مرضى السكر 50% تقريبا من مرضى السكر بتساله شو عم تعاني، بيقول لك انا ما عندي شيء، ما شيء بخص السكر، بنلاقي السكر مرتفع عنده. هدول معرضين اكثر بكثير من غيرهم من الناس الاصحاء لمضاعفات متعلقه بالسكر نفسه، مثل اعتلال الشبكيه، اعتلال الكليه، اعتلال الاعصاب اللي هو يعني اساس الحقيقه تطور القدم السكريه والتهاب الجانجرين، ولا يعني اللي ممكن لا سمح الله يعني يؤدي الى بتر القدم او شيء من القبيل، واللي بيزيد الريسك او يعني خطوره اصابه الشرايين الكبيره اللي بتغذي القلب، بتغذي الدماغ، يعني ممكن يعني احتمال يعني الجلطه القلبيه او الستروك الدماغيه عند مرضى السكر تقريبا دبل او ثلاث اضعاف اللي ما عنده سكر بسبب ارتفاع السكر. ويعني فنحاول احنا يعني العلاج السكر يقوم على الوقايه من تفاقم الاعراض، تفاقم يعني الوصول الى مضاعفات. اللي يعني هلا واحد لما بيصير عنده ستروك يعني صارت تو ليت، ما عاد في يعني بدنا طبعا نحافظ على السكر ننظمه، بس الاستروك صارت يعني صحيح. خسرنا خلايا عصبية من الدماغ، ما عاد نحسن الرجعة. لما بيصير في عندي اعتلال شبكية بنحاول يعني انه ما يتفاقم، ونحاول انه نعطيه ليزر او انجكشن مشان الشبكية، بس صار في دمج. الدمج يعني لا حول ولا قوة الا بالله. يعني فدائما العلاج المبكر افضل من انه الواحد يتاخر بالموضوع. صحيح. طبعا دكتور مثل ما تحدثت انت بان لهذا السبب يعني الحديث اللي تفضلت فيه دكتور، المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب يعني عدم يعني استقرار الحاله المرضيه للانسان المصاب بداء السكري، وبالاخص يعني مستوى السكر التراكمي ما شابه ذلك. هو الحقيقه يعني المضاعفات المزمنه للسكر تتناسب تماما مع درجه انتظام السكر. صحيح. اذا انسان مريض سكري حافظ على سكر شبه طبيعي، هذا بيعيش تقريبا مثل اي انسان ما عنده سكر. يعني صحيح. انا بدي السكر قبل الاكل لما يكون جوعان ما وانا صايم بين 70% اذا حافظنا. احيانا يعني مو دائما بنقدر، خاصه لما بيكون الحاله اوريدي متطوره زياده. يعني هلا الحالات المبكره سهل جدا انه تحافظ على، وبعلاج بسيط انه تحافظ على مستويات سكر شبه طبيعيه. اما لما بيتفاقم الامر، واحد له 20 30 سنه اوريدي على عده ادويه، بصير يعني لما بدنا نقدر يعني نحافظ على مستويات طبيعيه احتمال هبوط السكر بصير عالي. فوقتها وي هاف انه نوازن انه الافضل انه نعرضه لهبوط السكر لما كومبرومايز لمستويات سكر اعلي. احنا عاده بنحاول يعني ننظم السكر قد ما فينا للطبيعي، يكون قبل الاكل بين 70 للمية 110 بالكثير، بعد الاكل نحاول اذا فينا ما يتجاوز ال 140 150 ممتاز، بس مش دائما فينا هذا. فبنحاول دائما يعني على الاقل انه ما يتجاوز ال 200. نعم. انه كل ما ارتفع السكر خاصه بعد الاكل احتمال المضاعفات بتزيد. صحيح. دكتور بس نحن نحتاج ان ناخذ فاصل قصير وبنكمل معاك الحديث، وبنتكلم عن النظام المعتمد في مركز دبي للسكري لرعايه كبار المواطنين. مستمعينا الاعزاء خلكم ويانا، بناخذ فاصل وراجعين. صحه وسعاده.
مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. حديثنا مستمعين الأعزاء عن الرعاية الخاصة لفئة كبار المواطنين، وبنبدأ معاكم بمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عندما قال إن كبار المواطنين هم الفخر وهم أيضا القدوة، وكبار المواطنين هم كبار في الخبرة وفي العطاء، ولا يمكن أن ننسى كل ما قدمتم وما زلتم تقدمون لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونقول لكم أنتم فخرنا وقدوتنا، وراحتكم وصحتكم واستقراركم وجودة حياتكم مسؤوليتنا نحن ومسؤوليتنا وواجب وطني، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ترد الجميل لكل من يسهم في نهضتها. مستمعين الأعزاء، أيضا هيئة الصحة بدبي تولي اهتمام متميز وخاص لفئة كبار المواطنين، سواء بالاستشارات الطبية على مدار الساعة، الزيارات المنزلية، وهناك الكثير أيضا من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي لفئة كبار المواطنين. وأيضا مستمعين الأعزاء، بمركز دبي للسكري هناك منظومة متكاملة، وبيكلمنا أكثر عنها الدكتور محمد بلال الشماع استشاري الغدد الصماء والسكري بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد، نحن في بداية حديثنا تكلمنا بأن مركز دبي للسكري يعني يعمل بنهج علمي يعني متكامل، بفريق طبي متكامل، وأيضا يعني تتميزون بأن خدمتكم مستمرة بشكل يعني دائم، وهناك أيضا يعني تواصل بعد ساعات العمل. نحب نعرف دكتور أكثر عن آلية التواصل مع فئة كبار المواطنين المعتمد في مركز دبي للسكري، بحيث أن تطمنون بشكل مستمر عن الحالة الصحية، وبالأخص دكتور لو تحدثنا في الفترة الحالية مع الكوفيد 19. أيوة، بالنسبة للحقيقة يعني كبار السن خاصة لما بيكون عندهم سكر، يعني هن بدهم يكونوا يعني فعلا بدهم عناية خاصة. نعم. لانه يعني مريض كبير السن غالبا بيكون السكر عنده شوي يعني متقدم، وبده علاج مور يعني كومبريهنسيف، بده علاج يعني شوي معقد، يعني ما بسهوله. فلحنا لما يعني الزياره الاولى للمركز لما بيجي لعندنا مريض كبير السن غالبا بنحاول نشوف مين اللي يعني الاميديت كير جيفر، مين اللي عم يحاول يقدم له الرعايه الصحيه بالبيت، نحاول نفهم يعني الاميديت كير جيفر اللي عم يعطيه مثلا الممرضه. غالبا يعني لما بيجي في له بنت ابن حاطين له احيانا ممرض خاص، او يعني حدا بيحلل السكر بالبيت بيشرف على اعطاء العلاج. فلحنا بنحاول انه نتواصل مع المريض نفسه ومع الاميديت كير جيفر اللي بيحاول يعني عم يقدم له الرعايه الصحيه في البيت، نفهمه شلون يتعامل مع السكر، سواء هبوط السكر، ارتفاع السكر، توزيع الاكل. صحيح. توزيع الادويه، يعني هذه الامور. فالاخصائيين التثقيف اللي عندنا في الحقيقه ما شاء الله حولهم يعني رائعين في هذه الخدمه، بيضلوا على تواصل مستمر، بنعطيهم يعني ارقام التواصل مشان يعطونا مثلا فيدباك عن ارقام السكر شلون عم يطلع، اذا في حاجه لتعديل العلاج بين الزيارتين يعني للمركز قبل ما يصير الزياره الثانيه مثلا. فهذه الحقيقه الامور كثير مهمه مشان يعني تنجح العلاج. والحمد لله يعني فضل من الله انه لما يعني تتوفر هذه الشروط نتائج رائعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني امور يعني في عندي اكثر من مثال بقول لك انه لما المريض بيتفهم او الاميديت كير جيفر بيتفهم شلون يعالج هذا المريض في البيت، الحقيقه بتفرق كثير.
يعني الامور يعني بتتحسن كثير، خاصه لما بيكون يعني في علاج شوي يعني اكثر، انه مو بس انه عم باخذ مثلا قرص الصبح او قرص المساء. في الادويه، ادويه السكر شوي بدها يعني تركيز اكثر، وبده يعرف الواحد انه هذا امتى ممكن نعطيه وامتى ما ممكن نعطيه وامتى يعني، فبتتطلب الحقيقه فعلا عنايه خاصه. والحمد لله يعني هذه يعني مركز دبي للسكري يعني متفوق بهذه الناحيه. نعم، وايضا دكتور يعني اللي ساعد مركز دبي للسكري مثل ما انت تفضلت في البدايه هو البرنامج العلاجي المتكامل، والبرنامج العلاجي المتكامل هذا الاساس، هذا الاساس يعني بدونه ما نقدر نشتغل. صحيح، يعني دور يعني الطبيب بالتعاون مع المثقف الممرض التثقيف الصحي الحياه، هذه يعني صله الوصل بيننا وبين المريض، ما نقدر يعني نستغني ابدا عنها. هذه يعني ضروري الحقيقه، اي علاج للسكر لازم يكون فيه هالترتيب يعني. صحيح، وايضا دكتور يعني من المهم جدا بان في مركز دبي للسكري يعني الاليه اللي انتم تشتغلون فيها بان المريض هو المحور الاساسي في العلاج، فيتم يعني دعم المريض هذا بكل الوسائل، سواء المعلومات الاشياء اللي يحتاجها، بحيث انه يعني يستطيع بان يدير المرض او الحاله هاي بشكل ذاتي. لان اليوم دكتور نحن نعرف بان داء السكري ويعتبر شيء مزمن ويتعايش مع الانسان، فمركز دبي للسكري له دور مهم وحيوي جدا في دعم الانسان المصاب بداء السكري، بحيث انه يستطيع خارج يعني حياته العاديه انه يدير الداء هذا او المرض هذا بشكل ذاتي. وطبعا يعني اهم نقطة أيضا أنتم مركزين فيها في مركز دبي للسكري هو الاستمرارية في العلاج اللي تفضلت فيه وتكلمت فيه بأن يعني فعلا أنه يعني المريض بيضل بيراجع عند نفس الطبيب ونفس المثقف ونفس أخصائي التغذية، يعني بالضبط. ما في فراجمنتد كير، أنه يوم بيشوف طبيب ثاني مرة ما بيكون الطبيب بيشوف واحد غيره، يعني بيصير فراجمنتيشن بالكير. صحيح. إحنا الحقيقة بنركز على النقطة هذه بالتحديد، أنه استمرارية العلاج، أنه في continuity of care، انه مو بس احنا اعطينا استشاره مره واحده وخلاص. صحيح، المتابعه هي الاساس. المتابعه ودكتور ايضا يعني العلاقه، يعني اليوم يتطلب بان لابد ان يكون هناك في علاقه مستمره بين الانسان المصاب بداء السكري وفريق العمل الفريق الطبي المعالج بشكل مستمر. واليوم دكتور يعني يمكن بتحدثنا اكثر عن البرامج الموجوده، الاجهزه الذكيه، هناك انتم عندكم بعض المراجعين او بعض المتابعين على اجهزه فحص السكر الفريستايل ليبري، وعندكم بعض المرضى على يعني مضخات الانسولين، فكيف يعني يتم اداره الحاله مثل هذه للناس اللي عندهم هاي الأجهزة الذكية اللي يديرون العلاج عن بعد، لو تكلمنا دكتور شوية؟ الحقيقة في يعني أكثر من وسيلة للتواصل مع المرضى ومتابعة حالته، مثل ما تفضلت إنه هدول اللي يعني بيعطونا مثلا الكونتينوس جلوكوز مونيتورينج مثل الفري ستايل ومضخات الأنسولين، ممكن يبعثوا لنا يعني أبلود المعلومات اللي بالجهاز ونريفيو ات، وبعدين نرد نعطي فيدباك للمريض اذا بيتطلب تغيير اي شيء من العلاج او استراتيجيه العلاج او ده. فالتواصل مع المرضى الحمد لله يعني في، والحقيقه هلا في يعني دكتور فاروق يعني في عنده الحقيقه بروجكت انه نصير حتى باجهزه السكر العاديه. نعم. انه لسه this is not يعني official but it's ongoing. نعم. بدنا مشاريع مستقبلية. مشاريع مستقبلية بالضبط، انه نعم. انه المريض هو يعني حتى يعني الحقيقة بس انه عم يحلل السكر في البيت، حالة الانفورميشن تجي لعنا عن طريق موبايله، بيكون مشبك جهازه مع الموبايل فبتجينا الانفورميشن، فإف وي نيد يعني تو انترفين دغري ممكن نتصل بالمريض نقول له انه لا لازم تساوي كده او تساوي كده. فهذه الامور الحقيقة يعني شو بيسموه يعني علاج السكر عن بعد. نعم. بروجكت الحقيقة قبل حتى كورونا.
يعني صحيح. يعني هذا بذهننا موجود، فالأمور إن شاء الله يعني جيدة صحيح. من الناحية. طبعا احنا دكتور دائما نقول يعني استغلال التقنيات الحديثة واستغلال يعني الأجهزة الذكية والتطبيقات، الأفضل أن يستفيد منها الناس اللي عندهم أمراض، بحيث أن يعني يقدرون أن يسيطرون على هالنوع من الأمراض، وبالأخص مثل السكري يعتبر من الأمراض المزمنة. دكتور لو تحدثنا شوية يعني عن موضوع اليوم وجود الكبار المواطنين أو نسميهم كبار السن في البيوت، وطبعا في بعض الحالات خلينا نقول اللي مصابين بداء السكري حسب توجيهكم أو حسب توجيه أخصائي التثقيف الصحي بأن يحتاجون إلى الفحص، يمكن يعني في حد يسوي فحص مرة واحدة وفي بعضهم أكثر من مرة، لو بس تعطينا بعض النصائح بحيث أن يعني الشخص يعني سواء المريض أو من يعمل الفحص ياخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية عن موضوع نقل العدوى الفيروس كورونا بما يخص فحص السكر بشكل يومي في البيت. هو طبعا يعني انتظام السكر خاصة لما بيكون يعني في هيك مثل جائحة كورونا، يعني بيتطلب يعني انه ندقق اكثر ونخلي السكر يعني منتظم بشكل افضل، لانه مثل ما حكينا قبل شوي انه احتمال اي نوع من مضاعفات السكر تتناسب مع درجة السيطرة على السكر. فيعني لما بيكون في عندي يعني حالة أزمة مثل يعني هلأ موضوع أزمة كورونا، أحيانا الأمور بتتغير عن النمط العادي، فبدي أنه حافظ على سكر حتى بشكل أفضل بهيك الظروف. فبيتطلب الحقيقة هذا يعني متابعة أخذ العلاج والتحاليل الذاتية اللي بالبيت بشكل يعني أكثر، وبيتطلب تواصل أكثر مع يعني الطبيب المعالج والمثقف الصحي للحالة. فلحنا يعني هلأ مثلا إذا إنسان عنده سكر وما بيستطيع هو بنفسه يحلل السكر، فبده حد بالبيت يكون يعني عم يحاول يحلل السكر. طبعا يعني أهم شيء أنه ما نقدم عدوى للمريض، المريض السكر، لأنه مريض السكر إذا انعدى كورونا أو كوفيد 19 يعني مشكلته أكبر من غير واحد ما عنده سكر. صحيح. فاللي عم يقدم الرعاية لازم ياخذ كل الاحتياطات اللي يعني حسب النصائح اللي عم يعني هلا بنسمعها، شلون الواحد تغسيل اليدين، التعقيم، يتجنب العطاس امام المريض، هذا يخلي المسافة التباعد على الاقل متر متر ونص يعني. بس لما بيحلل له بده يمسك ايده، فبعد ما يعني قبل ما يمسك ايده بده يغسل، يكون ايديه نظيفة، بعد ما ينتهي من التحليل كمان يغسل الديسبوزابلز هدول، يحطهم باماكن مخصصة الى ما يرميها بشكل عشوائي. فيعني اللي عم يقدم الرعاية لهالمريض اللي بالبيت الحقيقة لازم يكون على مستوى صح. يعني وعي جيد بالنسبة للطرق الوقاية، وهي هي يونيفرسال، مو بس يعني لمريض السكر، صحيح. لأي واحد يعني أنا عم أقدم له رعاية لازم أخذ هالاحتياطات الجيدة، يعني اللي ما يعني ما بدي أعديه بالمرض ولا يعديني كمان، يعني إذا لأنه المشكلة الحقيقة خاصة بهذا الكوفيد 19 إنه فترة الحضانة فترة شوية طويلة، صحيح. ممكن أن توصل فأنا ما بعرف حالي إنه إذا حامل فيروس وعم بقدر لا. صح. عم بقدر. نعم دكتور، طبعا حديثنا معك شيق، والخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري خدمات متميزة، وأكيد هناك الكثير من الأشياء اللي نحن حابين نسمعها عن الخدمات اللي تقدمونها في مركز دبي للسكري للمرضى المصابين بداء السكري، ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة. دكتور محمد بلال الشماع، استشاري الغدد الصماء والسكري بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتور. حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وكان معنا دكتور محمد بلال الشماع، استشاري الغدد الصماء والسكري بهيئة الصحة بدبي، ومحور حديثنا كان معه فيروس كورونا والبقاء في المنزل ورعاية المرضى كبار المواطنين. أتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة، ومستمعينا الأعزاء أذكركم بأن الإجراءات الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع
أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أحب أشكر فريقي اليوم في التنسيق والمتابعة أستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.